السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد وجيتكم فيديو جديد عن سولو ليفلينج. في فيديو اليوم راح نلعب مرحلة الباتل اوف تايم، باتل فيلد اوف تايم، اللي هي الجزء الثالث اللي احنا لعبنا هاد ولعبنا هاد. هلا باقي اجريس ذا ريد 3 ايام واربع ساعات باقي له مشان نجيب سكور حلو ان شاء الله فيه. هلا ما اعتقد راح اجيب سكور جدا عالي لانه لسه بدي شغل كتير كتير، بدي شغل على الجير تبعي، بس قلت لحالي خلينا نجرب ونشوف قديش ممكن نجيب فيه. طبعا عليه درع وما الافضل تستخدم شخصيات دارك. طبعا احسن شيء تستخدم عليه اللي هو اسلحة اللايت. طبعا احنا سلاح اللايت تبعنا راح يكون ان شاء الله قوي. استخدم هذا كمان، مشكلة ليفله كتير واطي. لا راح نستخدم هاد. ثواني، بتعرف شو راح نستخدم؟ دام الدارك ما بيعمل عليه دمج كتير او راح يعمل عليه دمج اقل ب 50%، راح نستخدم هذا مع هاد مشان نعمل قد ما بنقدر دمج عليه. وراح شيل هي وحط مكانها هاد مشان شو؟ مشان اثنين لايت وهاد، يعني هدول الاثنين بيعملوا بريك، بيشيلوا له درعه، وهاد بنقصه دفاعه هو وهاد، يعني تيمنا المفروض ان شاء الله قوي. طبعا بالنسبه لسبيشالاتنا هلا شوفوا، عم بفكر هلا هل راح يكون صعب ولا سهل؟ اذا كان سهل ممكن ما نحط حركتين بيعملوا بريك، نحط حركه بتعمل بريك وحركه ثانيه بتعمل دمج مرعب، اللي هي هي. عرفتوا كيف؟ بقى ممكن نجربها مرتين، جربها اول شيء حط هي اللي هي بتعمل هيفي بريك، هي 100% راح نحطها، والحركه الثانيه راح نحطها هي هي. إذا خلصناه بسرعة ممتازة، ما خلصناه بسرعة ساعتها راح نحط حركتين بيعملوا بريك ونجرب مرة تانية فيه. بقى خلينا نبلش. أهم شي تلعبوها مشان تاخذوا الجوائز هي، لأنه الجوائز هي كتير مفيدة، 50 ب 30 ب 20. هلا أنا أعتقد ممكن إن شاء الله إذا وصلت لهي ممتاز كون فنان، بس ممكن وصل لهي. ممكن إذا أخذت هدول لا بأس، حتى لو هدول بس لا بأس، 10,000 و10 من هاي لا بأس، لأنه أنا مثل ما قلت لكم تيمي بده شغل كتير لسه. فخلينا نبلش ونشوف. هلا هو تيمو 50، يعني ممكن تصدق والله ممكن نسفح فيه سفح. بنشوف هلا، بنشوف. هي أول مرة بجربه، قلت لحالي خليني أجربه معاكم فورا. أوكي طلع في بشر. كثير كاني ضيعت وقت، خلينا نعيدها فورا. 10 ثانية ولسه لساتنا بالويف الأولى. ضيعنا وقت أكثر هالمرة. ثواني، شكلي ممكن لازم احط حركة بتعمل، خلينا نعمل هيك اول شي، نعملهم اوتو هدول حبايبنا لما ينزلوا اوتو. طلعت عم تمشي الوقت حتى لو عامل بوز. اوكي بنعيدها معناها. هل جبنا العيد ولا شو؟ قتلناه هون. اعتقد لازم نعمل شيء مشان
الويف هاي، لأنه مش لكل واحد لحاله. طلنا 42 ثانية ولسه ما خلصنا. حلو، هدول عم يطلعوا. وين صار؟ موت بقى، خلصنا بوسي لك موت. احضرها على حاله باخر لحظة. ابن الكلب موت. طوعنا دقيقة كاملة عندهم. اعتقد الافضل نحط حركة بتعمل اي او اي دامج. شاب الشباب امام عليك حركة. كثرنا له درعه. نزلوا انتوا الاثنين عشان نعمل هلا لالتي. سمارناي ايتا دانا كيرو. لا أكلناها على كل حال. لا، هاي الحركة اللي بتعمل أكثر شيء دمي. كنسلنا له إياها. انزل حبيبي. طيب ليش ضربني؟ ليش لف وشه وضربني؟ المفروض ضربه كلها لقدام. صراحة راح نشيل هاي اللي بتعمل دماج حلو. للأسف راح نشيل اللي بتعمل دمج حلو ونحط مكانها حركة بتعمل دمج حلو بس بتضرب اي او اي، لأنه سنجل تارجت أعتقد ما بفيدنا مشان المرحلة الأولى، الستيج الأولى. عرفتوا كيف؟ والله تصدق ممكن كتاب التجميد كمان يكون منيح. بنجمدهم كلهم. خلينا نشوف الناس شو عم تستخدم. والله عم تستخدم، والله الناس عم تستخدم هدول الاثنين. البو ما بحبه بصراحة، ما عجبني. الترايدن احلى. بس اوكي، سبلات اعتقد بنشيل هي. يا بدنا نحط هي مكانها، بنحط هي مكانها. وجرب مرة ثانية هلا. ايوه هاي كمان طريقة من الطرق. これで終わりだ。避けれると思うな。これで終わりだ。助けが必要みたい。 تعال حبيبي تعال.
ممتاز، خلصناه بأقل من 30 ثانية و20 ثانية من الأول، وهذا شيء كثير حلو. عم نخلي الكاونتر لوقت ما يعملنا حركة ثانية أو ما في داعي، نعمل له هلا فورا هاي. ممتاز، علا ولا شو هاد؟ هاي ما في اي مجال معك انا هاي. صرنا له درعه قبل ما يضرب اي شيء. شايفين الحركة ما احلاها؟ كسرنا له درعه. نعمل له هي قبل ما يعمل اي شيء ثاني. ممتاز. اوكي، حاليا نخليها هيك ونشوف اذا جبنا سكور اعلى بقول لكم. بس هي الطريقه اللي بنقدر نختم فيها اجريس. اجريس طبعا انا ما بعرف العب فيه. سهل مو صعب بالنسبه لي. اسهل من شو اسمه، شو كان اسمه هداك؟ برجروس. وياخذنا جائزة واحدة. ثلاثة. حلوين. هذا اللي كنا نحن يعني مفكرينه. حلوين 25 120 هي ممتازة، هي بترفع لك الظلال. ممكن كمان نجربها مرة مرتين ثانيات، بس لنصير أقوى من هيك. يعني اليوم بدي اشتغل على الجير، ممكن اشتغل على الجير اليوم تبع شخصياتي مو تبع شخصيتي الرئيسية. ساعتها بقى ممكن نصير اقوى. بس هون بكون صناعات فيديو عملية. تكون استمتعتوا فيه، استمتعت فيه لا تنسوا لايك للفيديو، تشكروا على مقاطعة كل جميل، وشكرا على خير فيديوهات ثانية. مع السلامة.